انا شاري بوتروس كونسلنج سايكولوجيست. اخذت الماسترز بتاعتي من الاي يو سي امريكان يونيفرسيتي ان كايرو ان انترناشونال كونسلنج اند كوميونيتي سايكولوجي. بعدها عملت بوست جراديويت سيرتيفيكت ان هارفارد، كانت مينلي بتركز على ازاي نتعامل مع البرن اوت اند هاو تو جين سكيل ويتش از كولد ريزيلينس او المرونه النفسيه. بقالي 5 سنين بشتغل مع الادولسنس واليونج ادل اللي بيعانوا من اكتئاب، اضطرابات قلق، اضطرابات في الشخصيه والهويه. والهويه هي حاجه كبيره في السن ده. اهم الاسئله اللي بتتسال انا مين وانا عايش بعمل ايه. وهنا بيجي دوري ان انا بتدخل بتو ابروتشز، كوجنيتيف بيهيفيرال ثيرابي اللي هو العلاج السلوكي المعرفي، وكمان اكزيستنشال ثيرابي اللي هي الاسئله الوجوديه. بنبتدي نبحث اكتر في حياه الشخص، هو مين، بيصدق في ايه معتقداته، ايه اللي بيموتيفيت هيم علشان يبقى احسن ويجين جود ناريشن اباوت هيم سيلف والاخرين والحياه. انا بعمل كده لاني بصدق جدا ان التين ايج واليونج ادلتس هو اكتر وقت بتتكون فيه كور الشخصيه وبيتبني فيها مبادئ ومعتقدات محوريه، منها الناس بتبتدي تكمل حياتها في الاتجاهات دي. عشان كده انا بشتغل مع السن ده بالذات. بشجعك جدا لو انت بتعاني من اي حاجه من اللي انا قلتها من شويه، لسه عايز تبحث عن نفسك او تكتب حتى نيو ستوري اباوت يور سيلف، تقدر تكومينيكيت معانا في 07.